فتحت البوابات لتاسع أشواط الحفل الثالث والثلاثين منافسة مهرات الثلاث سنوات التي لم تربح في سباقاتها الماضية. تنطلق من علامة الميل هنا 17 غايضة ابنة موفق مع رودريكس خوسيه. تبدأ السباق من الخارج في متابعة أيضا محاولات كذلك من عجلة. معالم هذا الشوط لم تتضح حتى الآن. نشاهد من سيبدأ السباق. هبوب العارضية تحاول خطف السياج في هذه الأثناء، بينما جابها الله ابنة النجم الثاقب بشعار الأبيض مع عبد الله الفيروزي إلى ثاني المراكز فيما المحاولات من 17 غايضة إلى ثالث المراكز، وكذلك عجلة ابنة باتريوت أكت لتركي مهدي السبيعي إلى رابع المراكز، بينما نشاهد محاولات أيضا من للتحرك من قبل 14 مليونية ابنة كونكت لإبراهيم العنزي مع محمد أدهام. هنا المركز الأول لأبناء سليمان محمد بن زعير مع هبوب العارضية، فيما الأبيض ينافس إلى ثاني المراكز مع جابها الله التي تحاول التقدم من الخارج. تبدأ بالتحرك الآن، بينما مليونية إلى ثالث المراكز والدفع. شاهد من خالد الميموني لراية العليا في ظهورها الأول في السباقات. هنا جابها الله إلى المركز الأول، تندفع مع عبد الله الفيروز في ثالث حضور لها هنا هذا الموسم ورابع حضور سباقي لها. توسع الفارق وتبتعد بشعار الأبيض. جابها الله ابنة النجم الثاقب لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. توسع الفارق، تبتعد وعبد الله الفيروز يواصل معها حتى خط النهاية. ألف مبروك لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، جابها الله بطلة لتاسع الأشواط ولختام أشواط الحفل الثالث والثلاثين. إذن جابها الله لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، تدريبات أحمد محمود والقيادة لعبد الله الفيروز. جابها الله في ثالث حضور لها هذا الموسم.